شو في منصور؟ ليش رجعت اجيت؟ اطلع من هون يلا. الحق معك، اذا بتقلعيني وبتسبيني كمان وبتقتليني عندك حق. مريم ليكي قولي اللي بدك يا عني، بس لا تخبي عني هالشي. قصدي بنتي خبريني عن المكان اللي فيه زينب. بنتي وين يا مريم؟ موجودة هون؟ الله يخليكي خبريني، أنا ما بدي أي شي تاني. هلأ رجع عقلك لراسك؟ أنا ما عاد عندي شي إلك يا بنوب. روح لاقي بنتك لحالك. أمي حبيبتي، شو كيفك هلأ؟ واقف هون. بعدين لما اجى علي على المشفى صار في حادث صغير، اتهموني اني حاولت اقتله لعلي وزتوني بالحبس. ما بتعرف يلي مرقت فيه بنوب. انا وزهرة كانت حالتنا صعبة، انا بالحبس وبنتي عم تموت بالقصر. كنت مجبورة اعمل اي شي مشان اكون واقفة جنبها، والطريقة الوحيدة اني وافق على عدنان. بروح بقوس عزت يا اغا. لا رح نمشي. لوين بدنا نروح يا اغا؟ لعند فؤاد. عزت، أنا ما تخليت عن حبي لك أبداً. بس كنت فاقد الأمل بكل شيء. قالوا لي إنك متت، أمك راحت زارت قبرك، يعني أنت مانك موجود وما راح ترجع. تخليت عن حالي وقت سمعت بخبر موتك. روحي دركت جسمي وطارت. ما ضل عندي شي اسمه حياة، كل شي عملته كان مشان زهرة، مشان اقدر كون جنبها. كنت مجبورة. أنا ما متت بالعراق. بس لما شفتك عم تتزوجي من عدنان متت. انت قتلتيني حسات، وما ضل شي نحكي فيه.
ستي لورين، ستي لورين. شوفي فاطمة، أنا بدي أقلك شغلة بخصوص بهية. غانم آغا. بالأول ردي على التليفون فاطمة. يلا يا فاطمة ردي على التليفون هالمرة. يلا ألو، مين معي؟ فاطمة ليكي، أنا بهية. لا يا فاطمة، أنا ماني بإزمير. هلأ اسمعيني كتير منيح، لا تحسسي حدا أنه أنا المتصلة. رح قلك هلأ وين قاعدة، تحملي حالك وبتجي بسرعة. بدك الصراحة، أنا تفاجأت بشوفتك عنا يا سيد عدنان. أجيت لأقدم لكم عرض. شو هذا العرض بقى؟ العرض إذا بتقتلوا عزت أنا بعطيكم الخانم. تضرب عصفورين بحجر واحد هيك لكام؟ أصلاً نحن كمان يا سيد في عنا حساب قديم مع عزت لازم يتسكر على الآخر. طيب وين منلاقيه؟ أنا بخبركن وبتخلصوا المهمة. أمي أنتوا شو عملتوا؟ حكيتوا مع بعض؟ خالتي الله يخلي لنا إياكي، أنتي درتي بالك على بهية خانم، بس هي رح تبقى عندك ضيفة لفترة كمان. إذا لزمتكن شي أو بتأمري بشي خبريني فوراً، بالمرة الجاية بجيب لكم كل شي إن شاء الله. صحي، خدي هدول. لا والله ما باخدن، المسكينة دقيت على بابي بدي آخد حقلي. إمتين عم تاكلون؟ معقول هالحكي؟ لا لا تفهميني غلط، بس أنا عم قول إذا مرضت لا سمح الله بتلاقيهم معك. طيب ماشي. ألو. نعم عزت آغا. قال شامل بده يحكي معك ضروري. ماشي، وين رح نلتقي أنا وياه؟ ماشي، أنا رايح لعنده. استنى قدام بيت الدكتورة زينب ولا تتحرك، ما بدنا نروح نرمين من إيدينا. يلا. ألو فؤاد، أنا عدنان. عزت رح يجي هلأ على موعده مع عزرائيل وبعدين بتاخد البنت.